هنا هبدأ أكتب أسأله علشان تنفع لإنشاء قناة على اليوتيوب. نقول له اقترح المزيد. ما تروحش تقلد قناة تقريبا كده 25 اقتراح. دلوقتي هنروح على المتجر وهنكتب الثلاث حروف BOE. الثلاث حروف دول هيدونا نتائج. هناخد النتيجة اللي هتظهر تاني نتيجة اللي هي لونها بنفسجي دي. عندكم طبعا عشان مش هتبقى متثبتة هيتكتب تثبيت، فهتدوسوا على تثبيت فهتتثبت. انا هنا منزليها واستعملتها وجربتها، اداة اكتر من رائعة هتساعدك في التفكير وهتفتح قدامك مجالات يعني كتيرة جدا. هنبدأ نجرب مع بعض الأداة دي. الأداة دي شبيهة بأداة شات جي بي تي أو الذكاء الاصطناعي، بس هي معلوماتها لحد 2021 فقط. فلو إن القناة بتاعتك قايمة على معلومات حديثة بعد التاريخ ده، الأداة دي خالص خالص مش هتنفع معي. هنا هبدأ أكتب أسأله اقترح علي فكرة علشان تنفع لإنشاء قناة على اليوتيوب. هو هيقترح مجموعة اقتراحات دلوقتي، وإذا اقترح يعني هيقترح في حدود 10 اقتراحات، إحنا لقينا الاقتراحات مش عاجبانا أو ما تناسبناش، نقول له اقترح المزيد. نصيحة مني، لو إن على ما كده ما يطلع نتائج، لو إن حضرت يعني ليك مهنة يعني طبيب مهندس صيدلي حرفي نجار حداد سباك، كل دي حاجات تقدر تصورها وانت بتشتغل، تدي لو طبيب او مهندس تدي نصايح في التخصص بتاعك في مجالك هتفيد ناس كتير جدا. لو ان حضرتك صنايعي كهربائي مثلا، لو انك صورت كل ما تغير لمبة او تغير سلك او تغير فيشة او تصلح حاجة، صدقني ده محتوى في مجالك ومش هيكلف. اهم حاجة في القناة وفكرة القناة اللي هتعملها ان هي تكون حاجة محببة ليك تقدر تستمر فيها على طول. ما تروحش تقلد قناة لفلت فانت تعمل زيها فتعطل وتقف في السكة. لازم يكون شيء محبب ليك، شيء روتيني بالنسبة لك، شيء مش هتستعين فيه ولا لسه هتتعلمه، حاجة كده بتحبها وتقدر تبدع فيها. الاقتراحات اللي اقترحها الموقع هنا اقتراحات كتيرة، تقريبا كده 25 اقتراح اجماليهم. هنشوف مع بعض في بقية الفيديو، تابعني لاخر الفيديو، هنشوف مع بعض ازاي من الاقتراحات دي هنبدا نطلع افكار لفيديوهات نبني بيها القناه بتاعتنا. من ضمن الاقتراحات اللي اقترحتها عليا الاداه قناه بالنسبه للجمال والموضه. دلوقتي هنشوف كده ازاي هنقدر نستعمل الاداه في ان احنا نستخرج افكار لنعمل بيها فيديوهات للقناه بتاعتك. هنا هنطلب من الاداه، هنقول له اقترح علينا افكار لفيديوهات، افكار لعناوين تصلح لفيديوهات قناة بتتحدث عن الجمال والموضة. حاول ان الجمل بتاعتك تكون محددة واختر الكلام بطريقة محددة علشان يقدر يطلع لك النتيجة افضل. ممكن كمان بدل ما تكتب افكار عن الجمال والموضة، ممكن تكون القناة عن الموضة بس او عن الجمال بس، تشيل كلمة الجمال والموضة وتخليها المكياج او الميك اب بس. ممكن تقول مثلا افكار اقترح علي افكار عناوين لفيديوهات بتتحدث مثلا عن طريقة رسمة العين في مجال المكياج. كل دي طريقة كتابات بتديني أفكار أفضل. هنا الأداة اقترحت علي 10 عناوين، أنا مثلا عايزة أكتر، أقول له اقترح علي المزيد. كلمة اقترح علي المزيد من غير أي زيادات ولا نقصان بيكمل تاني، بيديني 11 و 12 ويكمل. تمام، نفترض ان انت عايز تعمل فيديوهات، يفضل ان يبقى معاك 30 فكرة ل30 عنوان ل30 فيديو هنشتغل فيهم الاول. يعني ما تشتغلش فيديو وبعدين ترفعه على القناة وبعدين تشتغل التاني وترفعه على القناة، اشتغل واحد ورا التاني وخليهم على جنب لحد ما تكمل 30 فيديو اللي هو عدد ايام الشهر كلها، عشان يترفعوا كلهم مرة واحدة وتبدأ تجدولهم. لان اليوتيوب بيحب حاجتين مهمين جدا، الاستمرارية والتخصص. التخصص جدا بيحبه قوي قوي اليوتيوب. كل المعلومات اللي انا قلتها ديت واكتر منها كمان انا اتعلمتها من كورس استاذ فارس، كورس يوتيوب ماستر، انا بنصحك بيه. يعني انا مهما اديتك من معلومات فهي نقطة في بحر بالنسبة للكورس يوتيوب ماستر، لانه استاذ فارس جرب حاجات كتير واشتغل كتير جدا وليه سنين بيشتغل في المجال ده. وكمان اهم حاجة واجمل حاجة في الكورس ده انه عنده فريق دعم بيجاوب على اي اسئلة واي سؤال مهما كان كبير او صغير، متابعك في كل حاجة بتعملها. الكورس حقيقي حقيقي رائع. لو ان نيتك بجد ان انت تكسب من القناة اللي انت بتنشئها دي، انا بنصحك نصيحة اخت من الكورس ده.